السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل أكتر من كيلو ونص كنافة، من ربع كيلو كنافة. هنعمل كذا شكل كده من أشكال الكنافة إن شاء الله بإذن الله يعجبكم. أول حاجة هنعمل شكل عش البلبل. زي ما حضراتكم شايفين هجيب فنجان صغير وهلف الكنافة عليها، اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي، هلفها كده حوالين الفنجان. طبعا الكنافة بتاعتك تكون طرية، بس انا الكنافة عندي ناشفة شوية يعني مش طرية، واخد سنة شوية هوا فنشفها معاي، فعشان كده يعني مش عارفة برضك اتحكم فيها كويس عشان هي ناشفة معايا وبتتكسر وزي ما حضراتكم شايفين. بس يستحسن انك انت تعملي الكنافة تكون طرية اكتر من كده. يعني هلف الكنافة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده اهو، حوالين الفنجان، حوالين كوباية، حوالين صوابعك، اي حاجة، بس الفنجان بتاعي صغير خالص وبردك ماشي حاله معايا وهو زي ما حضراتكم شايفين. او هنا عندي بندق مكسرة زي ما حضراتكم شايفين، وهحط له كده معلقتين عسل سيرب يعني شربات تقيل، وهقلبهم كده كويس. وهجيب هنعمل رول كنافة برمة، هجيب الكنافة كده على طولها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي، وهوزع البندق بتاعي في الجنب اهو زي ما حضراتكم شايفين، على الجنب مش في النص، على الجنب الناحية اللي انا هلف منه هي اللي هوزع فيها الحشوة بتاعتي، سواء كان سوداني بندق اي مكسرات انت عايزة تحشيها فيه هتحشيها فيها. وابتدي الف الكنافة بتاعتي من الجنب اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي، اهو الفها رول بالشكل دي. زي ما حضراتكم شايفين وابتدي كده احطه في الصينية، ارصها كده في الصينية، نفس الصينية اللي احنا هنعمل فيها الكنافة بتاعتنا. هجيب دلوقتي برده قطعة دولة يا جماعة ربع كيلو كنافة زي ما حضراتكم شايفينه، ربع كيلو كنافة شايفين الكمية اللي هم هيعملوها معانا، يعني هيعملوا اكتر من كيلو ونص كنافة يعني، وهنشكلهم بردك مع بعض كذا تشكيل وكل الاصناف هنعملها. اما دول بقى انا هرفهم رول بردك، هيبقوا بردك كنافة سادة، رول كنافة سادة بردك اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، هلفهم اهو بالطريقة ده. وهنا هعمل كنافة صوابع بردك، هحشيها هنا مكسرات عندي سوداني وزبيب وجوز هند، وهبتدي ألفها بردي زي ما حضراتكم شايفين صوابع بالشكل حضراتكم شايفينه دي. ولو كانت في حتة خفيفة يعني في الصابع بتاعك وقت ما هتلفي، تجيبي شوية من اللي هو المكسر، الكنافة المكسر ده وتحطيها كده فيهم عشان المكسرات بتاعتك ما تطلعش. زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي، ما وقت ما بلقى حته خفيفه بجيب لها كده حته من قطع الكنافه واحطها فيه. زي ما حضراتكم شايفين كده انا كملت الصينيه بتاعتي
عملنا طبعا كنافة عش البلبل، وعملنا كنافة برمة، وعملنا كنافة برمة سادة، وعملنا صوابع كنافة. وهنا دي اللي صنيت الكنافة، هجيب سمنة سايحة وهرشها كده فوق الكنافة من فوق زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي، اغطي الكنافة بتاعتي كلها كده من فوق بالسمنة، ومشغلة درجة الفرن بتاعتي على درجة حرارة 200، الشعلة اللي تحت بس. اما بالنسبة للفتافيت اللي هي مكان الكنافة، فاحنا هنفتفتها زي ما حضراتكم شفتوا اهو، زي ما حضراتكم شفتوا جبتها في طبق وهفتفتهم كويس كده واغطيهم، وهعملهم طبق بردك الكنافة زي الصينية، وهجيب عليهم معلقة سكر بودرة، وهنزل عليهم بشوية سمنة، وهقلبهم كويس قوي بالسمنة والسكر. وهجيب الطبق اللي انا هعمل فيه او البول اللي انا هعمل فيها زي ما حضراتكم شايفين، او القالب اللي انا هعمل فيه، وهحط اول طبقة من الكنافة وهضغط عليها كويس، وحط لها طبعا طبقة من المكسرات، وهنزل عليها بطبقة كنافة تاني زي ما حضراتكم شايفين، وهضغط عليها كويس كده. احنا عملنا كذا صنف من ربع كيلو كنافة. وهغطيها من فوق بشوية سمنة اهو، وهاخدها دلوقتي على الفرن واحطها في الفرن. وادي الكنافة بتاعتي طلعت اهي من الفرن زي ما حضراتكم شايفين. هسقيها دلوقتي الكنافة سخنة والشربات بارد. الشربات بتاعي عبارة عن 2 كوباية من السكر، عليهم 2 كوباية من المية، وعليهم عصر نص ليموني لحد ما غلى الشربات وبقي معايا لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي زي ما حضراتكم شايفين. لكن لو عايزين الكنافة طبعا طرية عن كده، هسيبلكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف طريقة عمل الكنافة الطرية. زي ما حضراتكم شايفين كده الكنافة بتاعتي طلعت من الفرن وشربت الشربات بتاعي. هبتدي دلوقتي ان احنا ايه نقدمها. اول حاجة هنحط طبعا الكنافة عش البلبل في الطبقة زي ما حضراتكم شايفين، والكنافة الصوابع، وهجيب مكسرات بتاعتي حط لهم معلقة شربات وقلبتهم كويس كده عشان ما يقعوش مني، وهحشي الكنافة بتاعت عيش البلبل بالمكسرات زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دي. هجيب باقي الكنافة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين وبسكيني. دي طبعا الكنافة اللي احنا عملناها الرول السادي، وهي بتتقطع معايا اهي زي ما حضراتكم شايفين وماسكة نفسها وكويس اهو زي ما حضراتكم شايفين الكنافة هاي. وعلى فكرة انا حطيتها طبعا شغلت الشعلة اللي تحت بس، وبعد ما خدت لون معايا من تحت شغلت الشعلة اللي فوق خدت لون معايا من فوق. ودي الكنافة البرمة هبردك هقطعها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين. اها وادي برضه طبق الكنافة التاني البرمة والكنافة السادي زي ما حضراتكم شايفين، وده
الكنافة اللي كانت فتافيت اللي احنا عملناه زي ما حضراتكم شايفين، ودي كنافة عيش البلبل والصوابع، ودي الكنافة بتاعتنا. وريت ما تنسوناش في الاشتراك واللايك في القناة.